طب هو كان حنين على البنات وحنين على ابني؟ هو سامح اصلا كل ضربه غباء، ضربه بغباء. انا ممكن انا وهو كنا نتخانق مثلا عشان خاطر مثلا حاجه هايفه العيال عملوها ويضربوا. طب هو اللي عايز عيال، طب هو اللي عايز عيال بيضربهم؟ بيضربهم يا عرق النوم، خشوا ناموا بالعافيه. طب ليه؟ ده بكره اجازه، دول مستنيينك، دول عايزين يقعدوا مثلا مع بعض شويه، مع نقعد مع بعض كده شويه. هو بيقول الألفة وقعد يدعي طول أيام رمضان إن ربنا يجمعكم ويلم شملكم. خلاص سامح والله فعلا ما بيقعدش فعلا مع عياله، ما بيقعدش. هو قال بمسك الموبايل كتير. مش كتير، ده هو أصلا ماسك التليفون على طول 24 ساعة في 24 ساعة. ما هو قال ده من أخطائه اللي اعترف بيها. ما هو مشكلته إن هو بيعترف بغلطه، بس إيه الفكرة إن هو بيعترف بغلطه وما بيصلحش؟ هو جالك قبل كده بالصورة دي وبالشكل ده وتحايل عليكي وبرضه غلط؟ كل مرة كان بيقول أنا غلطان وأنا آسف وأنا 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 ومش هعمل حاجة زي كده، وبرضه يبقى الوضع كما هو عليه. طب أنتي مطمنة على ولادك؟ هما في وسط أهليهم، ما يقدروش يعملوا حاجة في أحفادهم برضك، يعني هيعملوا إيه؟ أهليهم. هو بيقول تاخد شقة وتقعد وانا اصرف على ولادي ومش هقصر. ما ينفعش. لا انا مش فاهمة رفضك تاخدي الولاد لانه انت مش مسيطرة عليهم؟ مش مسيطرة عليهم، وفي نفس الوقت برضو كم يعني انا بقولك ان عيالي دلوقتي بيخرج منهم حاجات انا ما كنتش اتوقعها. حالك لا حول اليوم ولا قوة، انا شفتهم عيال طيبين جدا وغلبة جدا، بيسمعوا كلامه في كل حاجة. ايه يعني؟ ممكن يقول لهم يعملوا اي حاجة يعملوها، لو احنا دلوقتي منفصلين عن بعض ممكن احمد يقول اعمل اي حاجه، يبعت لي صوره لماما، يبعت لي اي حاجه يعملها، هيعملها. هو خوفك من ولادك؟ خوفني؟ هو اللي عمل كده فيهم. عمل ايه؟ هو اللي خلاهم كده. هو عمل كتير مع العيال، يعني بقول لك ان هو اخذ العيال برضو يخليهم يجوا هنا وياخدوا نص ساعه ولا حاجه، يروح بيهم عند فلان ولا عند فلان ولا عند فلان ويشاهدهم عليا. خلى العيال تقول عليا كلام انا ما عملتهوش، ماما هي اللي ظالمه بابا، ماما معلش. ما قالوش كده معايا؟ هيقولوا الكلام اللي هم قايلوه، قايلوه يقولوا عليه. لو كل ام اتخلت عن مسؤوليتها الدنيا هتبوظ. لا انا ما اتخلتش، هو اللي خلاني اعمل كده. ايه هو اللي خلاني ان انا اقول الكلام دوت؟ احنا اللي جبنا ليكي مش سامح، احنا جبنا ليكي التلات اطفال. تمام. بس انا بقول لك عشان خاطر برضو التلات اطفال دول انا عشت كتير واستحملت كتير، بس قلتها له كلمه برضك ان انا يوم ما همشي يوم ما مش هرجع تاني، خلاص ما فيهاش رجعه. هما ملهمش ذنب لا في باباهم سيء ولا في مامتهم استحملت. لا هو السبب، يشيل يتحمل. انا اتحملت كل حاجه، كنت ام واب ليهم وانا تحت بيته.